سلام غزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ كنتمنى تكونوا صحه جيده. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، هاني جيت كيما معودكم دائما مع بسمه شانيل كاين على الجديد، ونشارك معكم يومياتي الحياه البسيطه المتواضعه. اليوم لقيتونا خارجين انا ونسد لوسي، ولوسي يعني بدون اطفال، ما كاين لا رجال لا والو، حنايا بوحدنا خرجنا اليوم، بردنا غدينا اليوم. مهم اول حاجه ما تنساوش لايك واشتراك فضلا وليس امرا، وشاركوا هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش اللي ما كيعرفش قناتي يعرفها. اليوم اول بلاصه دزناها، اليوم ما خلينا في حيطنا الراس، بردنا غدا يدنا. المهم قال لك اللي ما يشرى نزه، المهم كاين اللي شرينا وكاين اللي ما شريناهش. المهم اول حاجه كنا دخلنا للبيم نشوفوا اللي كاين شي حاجه زوينه جابوها، ساعه والو يعني نفس الحاجه كاينه. هنا المرات لوسي مبليه بهادشي ديال المكياج، كل واحد وسبحان الله في عطاته. المهم هانتوما معايا، ما تنساوش لايك لايك. يلا دابا نمشيو ان شاء الله الجنان باش شاطره. هنا لقيتونا من بعد مبيم دزنا الجنان باشا، صراحه في هذاك الشيء زوين بزاف. المهم دينا بانطوفات حيت لوسي كانت باغي واحد البانطوفه، ديناها لها. المهم كاينه بانطوفات صراحه غزالين، عجبوني هادو، عجبوني واحد اخرين زوينين بزاف، هانتوما تشوفوهم. المهم دينا بانطوفات، حنا غاديين مع خليو فيها نعطيو الراس. المهم اخوتي دزنا عاوتاني شفنا بيجاما، الصراحه داكشي زوين ورخيص وكلشي، يعني خصها الفلوس. الحمد لله كلشي موجود. صراحه هادو مطنطوفات زوينين، عجبوني الصراحه، زوينين فيهم من تحتي بلاستيك، يعني بامكانك تسقدي بهم حتى الشغل عاليين وكل شيء زوينين بزاف، انا عجبوني. المهم خليكم معايا كتروري في لايك لايك لايك. المهم بعد ما سلينا البانطوفات عاوتاني هودنا قشوع، عليه بلي في قشوع بحالي شكون. انا وليت مدمنه هاد القشوع، يعني واخا الانسان اللي ما يشرى يتنزل. المهم انا مشيت نشوف نتسارى وكاملين بينا، ماشي انا بوحدي، تمرات لوسي كلشي يعني خصو قشوع. المهم مشينا تسارينا وشفنا شني كاينه، المهم كل واحد يعني كاينه اللي دا وكاينه ما داش، كل واحد كيمشي على قدر الاستطاعه ديالو. عجبتني هذه القهوه، من بعد نولي نديها حيت نتوما عارفيني انا بلايا بالقهوه، اللي عجبتني هي واحد الوحده، المهم عندي وحده فيهم وصافي. المهم الحمد لله كلشي موجود كما قلت لكم، خص عا الفلوس اخوتي. المهم هانتوما معايا. انتما من بعد ثاني ما سالينا من القشوع دزنا الزرابي، نتوما عارفين النسام بلي انا عاد داكشي التفرج ديال الدار وهادي. المهم انا الصراحه عجبني داكشي عنده زوين، انا مرات لوسيه اللي دخلت باش عندي واحد الزربيه. المهم انا قلت علاش ما نشاركش معكم ونوريكم شنو كاينه. انا عجبوني هادو الكرونه والكحال، انا كيعجبني داكشي سامبل حتى هادو زوينين الصراحه بزاف، ولكن خصك الفلوس باش تشريهم. والله يرزقنا ويرزق كل واحد، كل واحد كيمشي على قدر الاستطاعه ديالو، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. المهم انتم كتشوفوا داك الشيء الزوين الصراحه عنده، انتم تشوفوا مرات لوسي شنو دارت. صراحه الزريبيات هادو عجبوني محفرين ولكن زوينين بزاف، انا كنميل بزاف للحاجه السامبل. هانتوما هادشي غزال الصراحه.
هنا مرات لوسي دات الزريبيه ديالها، عندي راه فواحد السطوال صراحه زوينه مزيونه وكلشي بثمن مناسب، يعني تشطات معها يعني بعدا بثمن مناسب. المهم خليكم معنا وتكتشفوا فين مشينا. المهم خلينا في عطانا الراس هذا النهار، ما كايناش الدراري ما كايناش تبرزر، ما خلينا في عطانا الراس. المهم انتما معنا دابا هو كيلويه هنا بشوزة مرات لوسي. المهم انا الغزال ديالي دزنا نشوفو بيجامات كيعجبنا نشوفو زوينين الصراحه البيجامات اللي عم دخلوهم ديال المبرد زيونين واسعين وكل شيء. ها انتما المهم انا الغزال ديالي من بعد ما عاوتاني من الحوايج دزنا نشوفو الكروتشات هذيك المانطات ديال الكامار داكشي زوين الصراحه. بعد ما مشينا للبلاصه ديال الكروتشات داكشي دزنا هنايا الصراحه هاد الحانوت عنده داكشي زوين بزاف، جا حدا رحبه بصراحه عنده قشيعات متولين وكلشي ولكن شويه غاليين، ولكن الانسان يجمع ويشري قشيعات زوين ما كاينش بحال الحاجه زوينه. انا عجبوني بزاف الحاجات البريردات حمقوني، ان شاء الله نشري شي واحد صراحه واعرين كيفكروني في ايام الطفوله. هاد الماكينه ديال القهوه حتى هي، المهم انا القهوه فيما مشيت نخليكم تضربوا معايا واحد الجوله. وما تنساوش لايك لايك واشتراك فضلا وليس امرا. مرات لوسي شافت واحد الفوري عجبها قيصاتو صراحه، هذا عنده حويجات زوينين. انا مرات لوسي كيعجبها تقيص قلت له والله تنصورك صراحه فوري زوين وعنده حويجات غزالين بزاف. المهم انا ما صورتش لحقاش حنا دخلنا كان الحانوت خاوي واحد الساعه ما شاء الله ويعمر، ما قدرتش نصور بزاف الناس نتوما عارفين ما قدرتش نصور الناس. المهم ها انا ما تنساوش لايك لايك لايك، حمقتني الصراحه الريبيكا وجات معاها هي زوينه هي والسروال ديالها. بالنسبه للانسان اللي يلبسها في الدار محتاج ما يقدرش يخرج بها. المهم خليكم معايا
المهم هنايا من بعد ما تسخروا كل واحد شنو دا، انا ديت واحد الشبيكات وديت واحد الماليطة لولدي. المهم اللي كتب الله، المهم هنا لقيتوني قيس هاد الحوينات في هذاك الشيء. المهم دخلنا هنا لهاد الحانوت في هذاك الشيء تقليدي مغربي 100%. حمقتني هاد السطيله، نتوما عارفين هاد الحمام د العرايس، وكانوا الناس قبال كيديروها، حمقوني السوينيه هاد الشيء زوين بزاف. انا ماشي هي شي واحد السوينيه ستيت وبحال هذا. المهم نتوما تشوفوا واحد الكويسات في اللوينات، المهم كيحمقني داك الشيء تقليدي، ولكن يكون داك الشيء ستيتو يعني سوينيه ستيتو كويسات وبريري ستيتو. المهم نتوما داك الشيء غزا الصراحه، هنا عندنا في المغرب ما يتشاف الصراحه. ها نتوما انا حاجه عجبتني هاد السوينيه وبريري دو كويسات ديالو، كويسات زوينين الصراحه. كتبعه شي 40 درهم قال لي البراد اللي ما بقيتش عاقله شحال هو السينيه. المهم انا عاقل عليه الكيسان 40 درهم. المهم خليكم تضربوا واحد الجوله معايا. المهم قربنا رحنا قراب نكملوا الفيديو. كنتمنى كنشكر بعدا اللي تبع لي الفيديو حتى الاخير واللي كيشجعني بزاف، كنشكره بزاف. واخا يعني حنا قلالين يعني التفاعل مع قناتي قليل، ولكن الحمد لله انا صبرت حتى يجي واحد النهار واحد الفرج وطلع لي حتى انا القناه وطلع لي الناس المساكين اللي حتى هما محتاجين وحتى هما مساكين كيتقاتلوا على القناه ديالهم سنين ومنين. المهم انا راه نتوما عارفين راه داخله في 3 سنين وانا باقي كنتقاتل، ولكن الحمد لله ربي اللي كيعطي ماشي العبد، الانسان خصو عي الصبر والصبر مفتاح الفرج. المهم خليكم معايا. المهم غزالات ديالي راه بقينا حتى لاخر ساعه. المهم هنا دزنا كلينا كيرينتي في درب الجعره معروف في العرايش انا والنساء اللوساني. المهم دوزنا نهار زوين، وصلت لاخر الفيديو. شكرا اللي تبع لي الفيديو حتى الاخير، ونتمنى يعجبكم الفيديو اللي شاركته معكم. ومع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله.